لدي بيتزا صغيرة، أنا لست محظوظة أبداً. ولدي بيتزا متوسطة، أنا سعيدة. واو، رائع. نريد أيضاً بيتزا. أحلم بذلك. إنه التحدي، كل شخص يأكل ما لديه. من سيبدأ؟ حسناً، أنا الأولى. بالطبع لن أكتفي من هذا الفتات، لكنه أفضل من لا شيء. حسناً يا فتيات، إذن يمكنني التجريب بالفعل. فكرة، سأستخدم هذه القطعة الخاصة للبيتزا وأصنع منها شكلاً حلزونياً. إنها ألذ بكثير بهذه الطريقة. هذا رائع فقط. طريقة رائعة، لكن أنا سأقوم بجمع كل القطع فوق بعضهم البعض لتكوين قطعة واحدة عملاقة. لكنني أخشى أنني لن أستطيع التعامل معها. هل تفكري بما أفكر؟ هيا للعمل. هيا هيا هيا، يمكنك أن تفعليها، نؤمن بك. هيا. مع هؤلاء المشجعات أنا قادرة على أي شيء. أحسنتي، هيا. هذا صعب حقا. هيا لا تستسلمي، لم تبق سوى القليل. لقد أقنعتيني. مع أصدقائكم يمكنكم فعل أي شيء. أنا انتهيت. أنت الأفضل، بريتني. بفضلكم يا فتيات، أحبكم. حصة صغيرة مرة أخرى، للأسف أنا أحب الشوكولاتة. أنا لدي شوكولاتة ملكة متوسطة. انظروا إلى هذه القطعة الشوكولاتية الضخمة. وأما مرة أخرى لديها جزء صغير، لكنه مريح جدا للأكل. والآن يطير الغلاف. سوف أحضر طعامي في المطبخ المصغر. للقيام بذلك سأخذ قدرا وأشعل النار على الموقد. هذا رائع. سارة، اسمح لي أن أرى من خلال هذا المنظار. بالطبع، خذي. هذا لطيف. الآن سأقوم بإذابة قطعة الشوكولاتة وتسريع العملية باستخدام الملعقة. وسأضيف أيضا الحليب وأعد كاكاو لذيذ. يا لها من رائحة. والآن حان الوقت لتذوق تحفتي المصغرة. على الإصبع الصغير للأعلى، هذا ما يفعلونه في المجتمع الراقي. لكن هذا صغير جدا بالنسبة لي. انظروا إلى إيما الراقية. حسنا، دعينا نرى كيف ستأكلي الشوكولاتة خاصتك. بكل سرور، أنا أعشق الشوكولاتة كثيرا لدرجة أنني مستعدة لتناولها كل اليوم. هذا مذهل فقط. بريتني، أين هي آداب المائدة خاصتك؟ آسيا، بلغت قليلا. دور سارة. هاي، لقد أكدت خاصتك بالفعل. أولا الغلاف يطير، وبعد ذلك حان الوقت لنصنع بيت شوكولاتي أنيق. أولا نحتاج إلى أخذ القياسات. كل شيء واضح. الآن يمكن استخدام المنشار. علينا أن نقطع بحذر ودقة. السقف جاهز، وكذلك الجدران. مرحى، لقد حلمت دائما ببيت الشوكولاتة هذا. واو، رائع. وأخيرا يمكنني تجربته. لعابي يسيل بالفعل. إنه مثالي، برافو. ما الأمر؟ من أعطاكم الإذن بلمس منزلي؟ أيها المشاغبون ابتعدوا. إنها أوري، أحبها. هذا مضحك، ماذا لديك؟ هذا حقا سيء. وأخيرا حالفني الحظ. سارة، يا لها من بسكويتة مضحكة لديك. حسنا لا تنزعجي، ابدأي أولا. أتمنى أن أجد هذا الأوريو في حليبي. لا ينبغي أن أفعل ذلك، لكن كيف سأحصل على الأوريو؟ الحليب لطخ يدي. إذن علي شرب الحليب لإيجاد الأوريو. أوقف، ليس هذا. أنت مضحكة جدا، لا أستطيع الاحتمال. هاي، انظري، هناك البسكويت خاصتك. رائع، شكرا لك بريتني. أنا أحب هذا الطعم. إنه دورك. ممتاز. يا لها من رائحة. خطرت لي فكرة، سأضع البسكويت في الحليب أيضا وسأحركها باستخدام هذا الأنبوب. كم يبدو لذيذ. فعلا شهي. بريتني، أليس هذا كثير جدا؟ ماذا حصل معك؟ آسفة، دور إيما. أخيرا لدي أكبر بسكويتة. إنها بسكويتة ثقيلة ولا تتناسب مع الزجاجة. ماذا يجب أن أفعل؟ خطرت لي فكرة.
يجب أن أجعل البسكويت صغيرة بما يكفي لغمسها في الحليب، ويمكنني فعل ذلك في أسرع وقت ممكن. رائع! الآن أصبح حجم الأوريو هو الحجم المثالي لكوبي. لا أستطيع الانتظار لتجربة هذا المذاق الرائع من البسكويت المنقوع في الحليب الساخن. أوه، هذا مشبع! أنا مسرورة! ممتاز إما، هذا رائع! انتظروا، هذا ليس كل شيء! لا يزال لدي الحليب! احتفظ بنكهة البسكويت! مدهش! أنا ممتلئة الآن! أحسنت أيتها الشريهات! أصغر معكرونة! خسارة! كنت أتوقع أكبر من هذا الجزء! واو! أنا محظوظة! انظروا ماذا لدي! نعم، مدهش! لكن حصتك صغيرة جداً! مضحك! ابدأي يا سارة! لكي لا تتسخ يدي، سأستخدم عيدان تناول الطعام! هذا رائع! الآن أنا! نعم، أخيراً! عيدان تناول الطعام غير مريحة! من الأفضل أن آكل المعكرونة واحدة تلو الأخرى! انظروا إلى هذا! أيقظين عندما تنتهي! انتهيت! سأخيفهم! ماذا جرى؟ أخيراً! لقد انتظرت طويلاً والآن دوري! ماذا تفعل؟ هذا غريب! أنتم لا تفهمون أي شيء! أسهل طريقة لأكل الشعيرية هي أبر الحياكة! واو! انظري بريتني، حبكة وشاح من الشعيرية! ما رأيكم بملابسي؟ مدهش! نعم، إنه مدهش وجميل ولذيذ أيضاً! أحب حبوب الإفطار مع الحليب خصوصاً الصغيرة! أنا لدي متوسطة ممتاز! نعم، يا له من نجاح! لدي وجبة عملاقة! حصتي صغيرة جداً! هل هناك أي شيء في الداخل؟ لنرى! واحدة! حسناً، أفضل من لا شيء! وهنا ماذا يوجد؟ الحليب! إنها قطرة فقط! انتهى كل شيء! أنا أعشق حبوب الإفطار هذه! قصة خرافية تماماً! يا له من حظ! أنا أريد المزيد أيضاً! يا للقباحة! تشرب الحليب مباشرة من العبوة! ماذا لو قمت بدمج الحليب مع الحبوب؟ أنا معتادة على ذلك وطعمه أفضل! يمكنك البدء يا إما! شكراً لك! لكن توقفوا، علي أن أحضر الوعاء! لماذا؟ ماذا ستفعلي؟ لا تقلقوا، كل شيء وفقاً للقواعد! يا لها من علبة ثقيلة جداً! سأضع الحبوب في الوعاء وأسكب فوقها الحليب! يا له من حجم! علي أن أستمر! هيا يا إما، أنت تستحقي ذلك! إنه لذيذ للغاية! طعم خرافي! أحسنتِ، لم نشكك بك أبداً! خلاب! لقد حصلت على بيتزا صغيرة جداً! واو، لدي بيتزا عادية! رائحة لذيذة! واو يا بنات، لدي بيتزا ضخمة! لنبدأ معي! يمكنني التعامل مع بيتزتي الخاصة بسرعة! أوكي! بالتأكيد لن أتسخ! بيتزتي ستنتهي ببضع قدمات! هيا آني، حان دورك! نعم، هذا صحيح! وأنا لدي فكرة! الآن سأقطع البيتزا خاصتي، ولكن ليس إلى قطع مثلثة! هذا ممل جداً! أريد بيتزا حلزونية! هل سبق لأي شخص أن أكل مثل هذه البيتزا؟ بالطبع لا، طريقتي فريدة من نوعها! هذه أسرع طريقة لتناول البيتزا! انتهيت! دورك! نعم، دوري! أنا أيضاً لدي طريقتي الخاصة! سأقوم بتكديس كل شرائح البيتزا فوق بعضها البعض! ثم أحصل على كعكة بيتزا! جاهز! يمكنني التذوق والاستمتاع بالطعم! وهكذا سأقدمها! لكن يا بنات، سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً! هل يمكنكم الانتظار؟ لدي فكرة! هيا يا نانسي، أنتِ تستطيعي! هيا! أنتِ مقاتلة يا نانسي، لا تستسلمي! هيا! نعم نعم، أنا مقاتلة، أستطيع! لقد أكلت كل شيء! أجل جيل، لقد ساعدناها! نانسي أنت رائعة! لقد حصلت على أصغر حصة مرة أخرى! ولدي مصاصة ضخمة! ستدوم للأبد! هاي، انظري إلي! هذه هي المصاصة الضخمة! جيل، إنها صغيرة جداً! نعم نعم، مصاصتي صغيرة جداً!
ولكن على الرغم من صغر حجمها لا تزال لذيذة. سأجعل الأمر سريع. مهلا، انظر إلى جيل إنها تأكل عصا فارغة. على ماذا تضحكون؟ أوه، انتهت بهذه السرعة؟ لقد تذوقتها للتو. حسناً، أنا سعيدة للمتابعة، لكن فقط كيف أفتحها؟ أها، بسرعة وسهولة. آني، أنا آسفة. إذن أنا توقفت. ما أشهاها. أتساءل متى ستنتهي. لدي فكرة. ماذا؟ لماذا تحتاج الكأس؟ أنا بحاجة لإضافة بعض النيران. يا فتيات، سيكون الجو حاراً. والآن تتحول المصاصة الكبيرة إلى مشروب حلو. حسناً، دعونا نجرب الآن كيف طعم المصاصة في الحالة السائلة. كم هي لذيذة، حتى أفضل من القاسية. لكن للأسف انتهت بسرعة. نانسي، كوني حذرة، أنا أخاف على حياتي بجوارك. تكلمي أقل وأكلي بشكل أسرع. حسناً حسناً، الأفضل أن أتذوقها. إنها ثقيلة جداً يا فتيات، لا أستطيع رفعها، ساعدوني. أنا أسحب وأسحب وأسحب. أنا مرهقة. أعتقد لدي فكرة. مطرقتي. مصاصتي ليست محظوظة أبداً. بضع ضربات وهكذا سوف تتصدع بالتأكيد. بقي القليل فقط. نعم، سأجرب الآن. هنا المصاصة تحطمت إلى بلورات. لا أحد يستطيع مقاومة المطرقة. أنا أتذوق. لذيذ. أريد المزيد والمزيد والمزيد. لم يتبقى سوى القليل جدا هنا. الفتات هو الألذ. لا، حصلت على أصغر زجاجة كوكاكولا في العالم. وأخيراً حصلت على حصة عادية، إنها مناسبة جداً لي. انظر فقط إلى هذا، إنها زجاجة كوكاكولا عملاقة. قفي يا نانسي، هل هذه زجاجة؟ إنها صغيرة جداً. لا تستمع إليها يا زجاجتي، أنت الألطف في العالم. وبالتأكيد الألذ. الآن سأتأكد من ذلك. كم هي لذيذة، أنا أريد أكثر. ماذا، انتهت؟ لا تقلقي يا نانسي، أنا سوف أكمل. الآن سأجرب الكوكاكولا الحلوة. إنها حلوة ولذيذة بجنون. هذا جيد يا جيل. مهلاً، ماذا عن البقايا في الأسفل؟ هي الألذ بالتأكيد. لا يمكنني ترك الحلوى هناك. إصبعي، إنه عالق. الآن سوف أساعدك. هيا أخرج. لم أنجح نانسي. هذا سهل، نحن نحتاج إلى الزيت. تعال أيها الإصبع، سوف أنقذك. هذا كل شيء، الآن يمكنني إخراجه. نجحت. لا شكر على واجب. هيا آني، ابدأي. بكل سهولة، أنا أفتح. إنها ثقيلة مرة أخرى. لماذا لدي كل شيء ضخم؟ هذا لذيذ للغاية. يا بنات، لا تحسدونني، هذا مذهل فقط. آني، أنت متسخة قليلاً. ماذا تقولي؟ حسناً، سألعق كل شيء. ومرة أخرى لدي أصغر قطعة شوكولاتة. لكن حصتي تكفي بالنسبة لي. هاي يا فتيات، لدي قطعة شوكولاتة عملاقة، انظروا كم هي كبيرة. حسناً. لدي فكرة، الشوكولاتة الصغيرة تحتاج إلى مطبخ صغير. يجب أن أحضر هذه الشوكولاتة بشكل جيد. أريد قدراً صغيراً وأضعه على الموقد، وفي الداخل أضع لوح الشوكولاتة الصغير الخاص بي. لقد نسيت أمر الحليب الصغير، أضيفه إلى الوعاء. أشغل النار وأنتظر. لقد ذاب. هاي، والآن حصلت على شوكولاتة ساخنة، أصبها في كوب صغير. هذا لطيف جداً، لدرجة أنني لا أرغب في تجربته، لكنه لا يزال لذيذاً جداً. أنا انتهيت، من هو التالي؟ أنا أريد أن أفتح الشوكولاتة من هذا الغلاف الزائد، والآن أكلها. لا أعتقد أن هناك طريقة أفضل من هذه الطريقة. هكذا لوح الشوكولاتة ألذ بكثير. أنا انتهيت. ما الخطأ؟ لم أتناول الشوكولاتة منذ وقت طويل، اشتقت إليها. كيف يمكنني أكل لوح الشوكولاتة هذا؟ فكرة. يا فتيات، انظروا بعناية، ركزوا. واو، إنها أجمل حتى من دون الغلاف. هيا بنا نبدأ.
جمعت كل قوتي لسحق لوح الشوكولاتة الضخم هذا قدر الإمكان. نانسي، أنت فقط مثل هولك. ها، هل ترون هاتين اليدين؟ سوف يصنعون الفن الآن. ولا بيت الشوكولاتة جاهز. حتى بعد البناء سوف أتذوق. كم هو لذيذ. لدي فكرة. انظروا، أنا في المنزل الآن. والسقف لذيذ جدا. يا فتيات، لا تنظروا إلي هكذا، هذه شوكولاتتي. أنا سوف آكل كل شيء. الجدران أن ثقيلة جدا، لنرى كيف هو طعمها. بالطبع لذيذة. لم يتبقى سوى القليل جدا. أنا تقريبا انتهيت. القطعة الأخيرة، هذا كل شيء. واو، لقد حلفني الحظ أخيرا. أوريو عملاق. واو، أنت حقا محظوظة. لكن أنا لا. حصلت على أصغر بسكويتة. لن أضيع الوقت، يجب أن أغمسها جيدا في الحليب. لنتذوق الآن. إنها لذيذة. والآن لدي الحليب، سوف أشربه. يا بنات، بصحتكم. واو، الكثير من الحليب، لكن لا يمكنني التوقف، إنه لذيذ جدا. ماذا حدث؟ من التالي؟ بالضبط، نعم أنا. تبدو لذيذة جدا، لكن كيف هو طعمها؟ الأوريو بدون حليب ليس أوريو. الكابتن أوريو ينطلق في رحلة طويلة على شواطئ الحليب. لا، ضع الكابتن أوريو في بحر الحليب، سأجدك. أين الأوريو؟ هنا يأتي الكابتن أوريو. سوف أكلك على أي حال. لا يمكنك الهروب من نانسي المتعطشة للأوريو. أنا انتهيت. جيل، أنت المتبقية؟ نعم، بالضبط. كوب الحليب صغير جدا، لكن لا يزال يستحق المحاولة. أوبس، هناك شيء خاطئ. جيل، كوب الحليب صغير جدا. لا بأس، لدي فكرة. سأصب الحليب على الأوريو وهذا كل شيء. فالآن لنجرب. يا بنات، هذا لذيذ جدا وحتى بدون الحليب. وماذا لدينا في الداخل؟ خذي يا آني. أوكي. ألذ شيء هو الحشوة، ولدي 100 مرة أكثر من المعتادة. أنا أحب الأوريو، كم هي لذيذة. من الصعب التوقف. يبدو أن هذا كل شيء. انتهيت. من الجيد أنني حصلت على بيضة صغيرة. لماذا البيضة كبيرة لدي؟ يا له من كابوس، ما هذه البيضة؟ يبدو أن فيتا سيئة الحظ. توقف عن الضحك، هيا كيسي كل بيضتك. لا أليكس، أنت أولا. حسنا، سأهز هذه البيضة قليلا. سأحاول أن أقضمها. هذا لا ينجح. ماذا سأفعل؟ أليكس، لدي شيء لك، أمسك. شكرا كيسي. إذن هيا بنا نبدأ. لا لا. هذا فقط مقرف. صفار ضخم. سأتقيأ الآن. لديك وجه مضحك يا أليكس. هيا كلي بيضتك يا كيسي. بسهولة، انظروا ماذا لدي. ماذا لديها؟ حسنا، أحتاج أولا إلى تحضير كل شيء، والآن أكسر البيضة في المقلاة. أنتظرها قليلا لكي تستوي. وها هي البيضة المخفوقة الكبيرة جاهزة. واو، هذا رائع. حان وقت الاستمتاع الآن. كم هي لذيذة. حسنا، حان دورك يا فيتا. لا. حسنا، ماذا في الداخل؟ اذا مطلوب عمل جاد هنا. اوتش اوتش. واو، انا فقط بحاجة الى حماية. حسنا، ماذا ستفعل؟ خذ هذا. احذري ارجوك. داون
دعونا نرى ماذا في الداخل. واو، روعة! الكثير من الأطعمة اللذيذة مرة واحدة. أفرطت في الأكل فعلاً. فيتا، شاركينا على الأقل بقطعة واحدة لو سمحتي. حسناً، خذوا فليكن.